حزب الاستقلال ماشي في الاوراق اولا في هاد التيشيرتات اللي لابسينهم، حزب الاستقلال في قلوبنا. ونقولوا ديما استقلاليين. كل القلوب الى الحبيب تميل، كل القلوب الى الاستقلال تميل. ومعي بهذا شاهد الاخوان. بغينا النتيجه، انا داك اللوح كله غتنتهي ان شاء الله، ولكن بغينا النتيجه تكون بواحد النسبه كبيره. هذا صار لنا فاس، خصها الاستقرار، فاس خصها الاستمرار، فاس ما بداناه خصنا نكملوه. وبرنامج الحمد لله كبير، راه مستعدين هاد الناس اللي جابوا رؤوس اموال كبيره بالنسبه للجهه، تجمعوا كلهم باش يحاربوا حميد شرف. كل الحكومة ويمكن الراجل تيهضر في الجنوب حميد شرف، في الشمال حميد شرف، في الشرق حميد شرف، فين ما مشى فمو حميد شرف. علاش؟ لأن حميد شرف ما بغاش يبقى في الحكومة ديالنا، ما بغاش يدخل وزير، فضلنا نبقاو مع الشعب عوض ما نقهروا الشعب وحنا في المناصب. حميد شرف في شلو واحد شنو واحد المشروع دولي، مشروع دولي. حنا مرجعيتنا إسلامية تنعتزو بها، حنا مع السلفيين ومع اليساريين ومع الطلبة اللي معتقلين اليوم في السجون ضربا وعدوانا معاهم. حزب الاستقلال تأسس من العلماء القرويين، ما سبقنا حد الدين الإسلامي والدفاع عليه، على راسهم على الفاسي والفقيه غازي والمختار السوسي، وقبل منهم عبد الكريم الخطابي، وكل الحمد لله شرائح الشعب المغربي، لان تنوعنا الثقافي هي القوه ديالنا، القوه ديالنا في تنوعنا الثقافي، توحدنا لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا حتى شي واحد، حتى شي واحد ما يجي يتزايد علينا ويبقى يقول الناس صوتوا علينا حيت حنا حزب مسلم، المغاربه كلهم مسلمين صغيرا وكبيرا، وكلهم تيقوموا بالفرائض ديالهم والسنن ديالهم. والله اللي تيحاسب الانسان على الاعمال ديالو الشخصيه. برنامجنا لعوده المغتربين وخصوصا الاسلاميين، وعلى راسهم مطيع، الشيخ مطيع، عبد الكريم مطيع، الابن ديالو اتصل بيا يوم امس من امريكا اللي تيقول لي اول مره حزب سياسي تيطلب من هذه النقطة اللي هي أساسية، بغينا نوحدوا الشعب المغربي، بلاش نفرقوا حنا الشعب المغربي، كلشي صالح لهذ البلاد. هذوك اللي تيسميوهم البلطاجي ظروفهم، أكبر بلطاجية في المغرب هي الحكومة، ماشي الفقراء ديالنا، ماشي الفقراء ديالنا، ماشي اللي بعتوا الظروف مسكين، ماشي ظروفهم هما اللي حمقوا الشباب، هما اللي خطروهم، هما اللي روحوا لنا الأمة، لأن الفقر كاد الفقر أن يكون كفرا. ولهذا هذا الخطاب ديالنا هو خطاب ديال الشعب، بالبتق من الشعب وإلى الشعب، نبقاو معاكم وإلى جانبكم، لأننا حنا منكم وأنتم منا، شي ما غايدوش نهائيا.